أكبر المساجد في القاهرة وتاني المساجد من حيث الوسع بعد مسجد ابن طولون، ورابع أقدم المساجد في مصر. مسجد الحاكم بأمر الله اللي اتبنى على مرحلتين، أولهم كان في عهد العزيز بالله الفاطمي سنة 380 هجرياً واللي بتوافق سنة 989 ميلادياً، لكنه توفى قبل ما ينتهي من بنائه، لكن ابنه الحاكم بأمر الله هو اللي كمل بناء المسجد بعد والده سنة 403 هجرياً، وعشان كده اتسمى على اسمه. المسجد مبني على مساحة 120.5 متر وعرضه 113 متر، وبعد بناء المسجد بسنة قرر الحاكم بأمر الله إن المسجد يتم فيه تدريس الفقه والقرآن الكريم، لأن في الوقت ده كان المكان الوحيد اللي بيتم فيه تدريس الحاجات دي هو جامع الأزهر الشريف، وكان سبب قرار الحاكم بأمر الله إن جامع الأزهر ما كانش فيه مكان من كتر الدارسين والمصلين، كان مكانه خارج أسوار القاهرة القديمة واللي كان بناها جوهر الصقلي، لحد ما بدر الجمالي قرر توسيع المدينة فبنى السور اللي موجود حاليا في باب الفتح. والجامع كان كمان له أهمية عسكرية في وقت الحملة الفرنسية على مصر اللي استخدمته الحملة كمقر لجنودها، واستخدمت مأذنتيه كأبراج للمراقبة، وده غير إن مدخل الجامع الأثري بيعتبر أول مدخل بارز اتبنى لمسجد في القاهرة. في حكاية حصلت في المسجد عن طائفة اسمها البهرة، واللي بتروح مسجد الحاكم بأمر الله ومنطقة المعز بشكل منتظم جدا، لكن ما كانش حد عارف هم مين وبيدخلوا المسجد ليه، هل هم مسلمين أصلا، خصوصا إن وقت صلواتهم مختلفة تماما عن وقت الصلاة سواء كانت فروض أو سنن. فبيحكي واحد من حراس المسجد في حوار صحفي إنه كان بيشوف مجموعة شكلهم مش مصري داخلين المسجد ولابسين لبس غريب لكنه محتشم، ومن عاداتهم إنهم قليلين الاختلاط جدا لدرجة انهم ما بيتكلموش مع حد تقريبا حتى لو وجه لهم كلام، وانهم بيجوا المسجد على الساعة 8 بالليل وده مش وقت صلاة، وانهم بيقولوا ان مية البير اللي في المسجد مقدسة وما ينفعش يصلوا ورا امام، بيصلوا كلهم رجالة وستات جنب بعض. أثرت فضولك وابتديت تسأل مين هم طائفة البهرة دول؟ أنا هقولك، البهرة بضم الباء، هم طائفة شيعية اتنسبت للإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، مركزها الرئيسي مدينة بومباي بالهند، وعدد أتباعها بيزيد على 1.5 مليون، أما أصولهم فهي تمتد لعصر الدولة الفاطمية في مصر. دي كانت حكايتنا النهاردة عن مسجد الحاكم بأمر الله اللي اتقفل لفترة 7 سنين من 2017 لحد 2023، وده علشان يحصل فيه أعمال ترميم، لكن هو دلوقتي مفتوح وجاهز لاستقبال كل الزائرين، وصدقني لو رحت هتنبهر جدا من التحفة المعمارية اللي هتشوفها في مسجد الحاكم بأمر الله.